بالنسبه للشوربه عندنا ديال الدجاج وكتجي زوينه وكتجي بنينه. عندنا واحد بوارو كنشحرو هو الاول مع معلقه كبيره ديال الزبده. كنزيدو عليه 120 غرام ديال صدر الدجاج، كنديو كنجيبو حتى كيتحمر لي داك الدجاج. من بعد كنلوح عليه ثلاثه ديال البطاطات اللي هما قطعتهم مكعبات مليحه، وكندير جوج كيسان د الماء كبار، يعني الكيسان من الحجم الكبير اللي كيهزو لنا جوج 250 غرام تقريبا. كنسد الكوكو ديالي حتى كطيب لي لاصو، هي ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، يعني من 7 حتى 10 ديال الدقائق. ملي كنحلها كنطحن لاصو ديالي، كنرجعها الكوكو، كندير معاها بواطه ديال الشامبينيون صغيره، وثلاثه الكيسان كبار ديال كريم فريز تقريبا كتهز لنا واحد 500 غرام تقريبا ديال لاكاطاج، و 100 غرام ديال الفروماج حمر محكوك. وكندورها فوق البوطه لمده ديال 5 دقائق. كتعقد شويه. هي كتكون عاقده غير باش كيتشرب لينا شويه وبصحه وراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك سهام، كنشكرك بزاف. نتمنى انني نكون جلست شويه بشويه باش السيده. والله الا يعني شنقول لك، بدايه خير الحمد لله، وتشرفت بالمعرفه ديالك وتبارك الله عليك وعلى الاقتراحات ديالك. نقدم واحد تحيه ثانيه. اييه على راس العين. مرحبا مرحبا. بارك الله فيك. انا في الدرجه الاولى كنبغي نشكرك انت وعلى المجهودات ديالك اللي كتقدمي لينا، يعني على قدم وساق. الله يبارك فيك سالو، كل خير هذا واجب. مرحبا. والطاقم كله يعني اللي ساهر على هذا البرنامج الناجح بالدرجه الاولى، وكنقدم تحيه للعائله ديالي والعائله ديال الزوج ديالي والناس اللي كيساندوني، يعني عندي اختي وعندي الزوج ديالي الحمد لله، الناس اللي كيوقفوا معايا ديما الحمد لله. وتحيه للصديقات ديالي خارج ارض الوطن ولا بالداخل بدون استثناء، وفي المقدمه ديالهم ناديه التويبي اللي كتكون بجنب ديالي ديما، ولاله سكينه العلاوي اللي كتكون معايا ديما، وتحيه لمجموعه ناصر وعواشركم مباركين سعود ان شاء الله. الله يخليكم ديما مجموعين الحمد لله، ومن نجاح النجاح، ونتمنوا لك التوفيق وتبارك الله عليك سهام. شكرا لك بزاف.